بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله. وقد يحذف صدر الاستئناف فعلا كان أو اسما. جاء رواية أول جملة استئناف كام جملة استئناف همان جملة دوام بو جملة دوام كجواب سؤالك مقدر بو. جاء رواية أول جملة استئناف كحذف ذكرت جاء فعل بوبي يا اسم بوبي وكتي نحو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. مثلا وكو لو آيتيدا يسبح له فيها بالغدو والآصال أو جملة أولا جملة دوام رجال رجال جملة دوام جواب سؤالك مقدرة حليبون سنة البتة شو وقتك يو آت دبت مثال بو إيما في من قرأها مفتوحة الباء حليبون سنة أولا لقراءة أو كسيدا ك بكيب مفتوحي خندو توا حليبون سنة يعني يسبحوي قراءة كردوها لحالك إذا كبيكي مفتوح بكري حليبون سنة أو أختي شو كتشاو أجب بيكي مفتوح بكري أو أختي بنا مفعولة حليبون سنة بلام أجر بيكي مكسور بكري أو أختي فعلك بنا فاعلة رجالوني كي كدواها تودب تفاعلك حليبون سنة أو أختي رجالون بوخوي جملة كي مستقل نيا ناتواني بجملة دوام حسابك حليبون سنة كأنه قيل من يسبحه حليب رجال أما كتن جواب سؤالك مقدرة رجال جواب سؤالك مقدرة سؤال مقدرة كتيا كأنه قيل من يسبحه كأنه سؤال كراوك كي تسبيحي ويدكات كي تسبيحي خداوندي متعال دكا فقيل رجال لجواب دا كتراو رجال أي يسبحه رجال حليبون سنة رجال جملة دوما كجواب سؤال مقدر كيا حليبون سنة زابو خوشي فاعلة فعلك حذف كراوة كفعل محذوفك أولي جملة كبوة ونيا رجال يعني يسبحه رجال فعلك فعل يسبحه حذف كراوة حليبون سنة أو مثال أبويك أولي جملة استئنافك حذف كرابت ونيا وفعل بوبي حليبون سنة أو زار وعليه قوله نعم الرجل أو نعم رجلا زيد هل لسر أو طريقة جاريبوا لسر أو طريقة كأول جملة استئنافك حذف كرابي لسر أو طريقة جاريبوا أوك متكلم دلد نعم الرجل زيد يا نعم رجلا زيد حليبون سنة البتة خذ نعم الرجل نعم الرجل يا نعم رجلا أو دبت الجملة أول زيد كمخصوص بمدحك دبت الجملة دوام زيد جملة دوما جواب سؤالك مقدرة وانيا البتة بنا بقولك وانيا على قولي على قول بنا بقولك بنا بقولك أو مثال درستا حليبون سنة باشا بنا بش قولك أي على قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ بنا بقول أو كسيك زيد دكات خبر مبتدأك محذوف حليبون سنة أو أختي زيد خبر زيد خبر مبتدأك حذف كراوك هو يا أي هو زيد حليبون سنة شوف فقط بنا بو قوليا مثالك دروز دردها حليبون سنة الآن ليرا صدري جملة استئناف أول جملة استئنافك
كهوية حذف كراوة اسميشة اسم بوا حالي بون سونا ويجعل الجملة استئنافا جوابا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم حالي بون سونا جملك جملي زيدون جملي زيدون دقل هوي محذوف حالي بون سونا أوني مجموعة كي دبت جملة جملك دكريتا استئناف بويك جوابي سؤالك مقدر بيت بويك جوابي سؤال بيت سؤال مقدرك لباري تدايا ولا سؤال مقدرك سؤال لا تفسيري فاعل مبهمك حالي بون سونا أختاو نعم الرجل مبهمة حالي بون سونا نعم الرجل مبهمة يا نعم رجلا حالي بون سونا بيشي رجل مدح كراوة حالي بون سونا دي باش أخو مقصودش أوانية ك كلي بيارك مدح بكريت بلكو مقصود أوانية كزيد مدح بكري حالي بون سونا بويا سؤال كراوة لويك چه فردك لبياو مقصودا چه فردك لبياو منزولكا مدح بكري وانيا اتوش دلي هو زيد حليبون سناني سؤال مقدرك اويا من الممدوح وانيا من الممدوح من بين الرجال حليبون سنا اويك قصد كرا ومدحي بكريت لجنس رجل دا كيا ولا هو زيد هو زيد يعني الممدوح زيد حليبون سنا تاو اگر اما بلين مبتداي مؤخرة دو تركيب دي كشي هيا كوقتي نابت مثال بو بحسي ما دو تركيب كي دي كأوي بلين زيد مبتداي مؤخرة جملة نعم الرجل يا نعم رجلا خبري مقدمة او اختي اصلا هيج حذف نكراوة مجموعة كشي يك جملة زيد مبتدايا ودوا كوتوا نعم الرجل خبركيتي مقدمة وبيش كوتوا أو أختي نابت مثال بو بحث كيما ين يعني أجر أتوب لي زيد مبتدايا خبركي حذف كراوة حالي بون سونا أو أختي درست دبت جملة دوام دبت جملة كي مستقل زيدون أقبل لي مبتدايا كي محذوف الخبرة خبركي حذف هو حالي بون سونا يعني خبركش أوي زيد الممدوح واني زيد ممدوح حليبون سونا زيد مدح دكري حليبون سونا أو وقتي بخوي دبيت جملة كي مستقل زيد حليبون سونا بلام أو وقتي أول جملة استنافك حذف نكراوة بلكو آخر جملة استنافك حذف كراوة حليبون سونا أوختي صدرك حذف نبوة صدر بلكو بلكو عجوز حذف بوا عجوز يعني آخر جملة استئناف حليبون سونا بس فقط بنا بو تركيبية كبلين زيد خبرو مبتدا كي حذف كراوة واني أوختي مثالك مثالك بوما دروز درديت حالي بون سونا بس اقوابت اما وانيكا معلوم بوكا نقصي كجلا كاري مصنفي دا هيا وانيا مصنف كتي جاري وايا اول جملة استناف حذف دكري دخو جاري واشا اخر جملة استناف حذف دكري وانيا بس دبي اوشي كدبا مصنف زاري واشا آخر جملة استئناف حذف ذكره ونيا مثلا بنا بوي كبلين زيد مبتدايا خبركي حذف كراوة دي باشا او جملة استئنافك آخرك حذف بوا حالي بون سونا فل جاري وايا اولك حذف دبي جاري وايا آخرك حذف دبي زاري واشا جملة استئناف كلك حذف دبي
حالي بون وقد يحذف الاستئناف كله جاري واش جملي استئناف كل كي حذف دبي هموي كلا حذف دبي زايا قائم مقامي هيا يانيتي حالي بون سونا واش بخوي دبي تدو قسم إما مع قيام شيء مقامه يان جملة استئناف كلا حذف ذكره دقل أويكا شتيكي ديك لزيوي دا دانيشيت حالي بون سونا يان نا هيت شتيك لزي دا نانيشيت حالي بون سونا جا اگر حذف كرابيو و قائم مقامك لزي دا نشتبيت أو وكوتي مثالكي نحو قول الحماسي زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إلاف لهم إلف وليس لكم إلاف زعمتم أن إخوتكم قريش أو الجملة أولا حليب سونا يعني أنجو زعمتا وياك كقريش مثلي إيويا أنجو بيتان وايا أنجو بيتان وايا أنجو زعمتان بردوا كقريش مثلي إيويا وانيا قريش كانج أمثالي إيوان حليبون سونا أو الجملة أولا لدواي الجملة أولا كو السؤال بزهن داديت ك طرف مقابل سؤال دك دل باشا أما قصة كما راستا يعنى أما ككتومانا قريش أمثالي إيمان آيا راست من كردو يدرو من كردو حالي بون سونا أو السؤال كلا دوي جملة أول بالذهن دادت حالي بون سونا جواب كشي أويا كذبتم حالي بون سونا جواب كشي أويا كذبتم أو جواب السؤال مقدر كيا حالي بون سونا وقتك يتوب وانا كأمكتن زعمتم أن إخوتكم قريش وانا أنجو كتوتانا ك قريشية كانج أمثالي إيوان حالي بون سونا تشو أو السؤال بالذهن داديت يعني مخاطبة كان أو السؤال إذا كان دلن أما راست من كردو كوا من كتو يدرو من كردو أو السؤال مقدرة كيا كديتا بيشي لجواب دا شاعر إيش دلي كذبتم ولا أنجو درو دا كان أنجو مثل قريش نينا أنجو لحد قريش دانين حالي بون سونا فسو سؤال مقدرة كهيت حتى جملة دو مش كجواب كيا حتى أيش حذف كراوا حالي بون سونا بلام شتيق لزي دانشتوا شتيق لجيجاي جملة دوام دانشتوا جملة جواب شتيق لجيجاي جواب كي دانشتوا كا إلا تكيتي ولا أنجو دروي دكن حالي بون سونا أنجو دروي دكن مثل قريش نين بوشي دروي دكن ولا بخاطري أويكا قريشية كان وانك ألفتي عن هيا بسفر بلام أنجو هيج ألفتك بسفر كردنية حالي بون سونا أوان ألفتي عن هيا أنس ألفتي عن هيا با دو سفري مهم يعني دو سفري بازرقاني مهم ده حالك ده أنجو ألفتونية با بو دو سفريا يعني أوان دو سفري تجارتي مهم يعني هيا كانجو نيتانا حالي بون سونا بزنجو أمثال قريش نين حالي بون سونا ألان شاو أو علة لزيقاي جوابك دانشتوا ونيا لهم إلف وليس لكم إلاف حالي بون سونا لهم إلف أي إلاف في الرحلتين المعروفتين لهم في التجارة يعني أوان أنس ألفتي أنهيا بدودان السفر معروف ونيا دودان السفر كمعروف ديكن ونيا لا تجارة دا رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام سفرك كالزستان دا ديكن بو ولاتي يمن سفرك كالهاوين دا ديكن بو ولاتي شام يعني بس بو علتي بو دليلي
أنجو أمثالي قريش نين أنجو لحد قريش دا نين حالي بون سونا چون قريش كان أو دو سفرة تجارتية مهمة أن هيا بلا منجو نيتانا حالي بون سونا وليس لكم إلاف أي مؤالفة في الرحلتين المعروفتين بلام أنجو هيج أنسو ألفتكو با بوجور سفرينية يعني أنجو سفري تجارتي أو مهم نية حليبون سنة كأنه قيل زعمكتن زعمتم أن إخوتكم قريش كتن أول جملة أولا حليبون سنة واختيكي كشاعر واختيكي شاعر بو جماعتي دلت أنجو أمثال قريش نين البتة بيان دلا دلا أنجو شاعر خبر دادا حالي بون سونا بو جماعتي دلا دلا أنجو كتو تانا كأمثال قريش وانيا مخاطبة كان كتو أنا باشا ما قا أما راز ناكين وانيا آيا أما راست مان كردوا كتو مانا أمثال قريشين يانا درو مان كردوا كأنه قيل أصدقنا في هذا الزعم أم كذبنا كأنه مخاطب كان كتو أنا آية أما راست مان كردوا لو زعمي خو مان دا كتو مانا أما أمثال قريشين راست مان كردوا درو مان كردوا وأن السؤال يم برسي ولا شاعري كتو أنا أما راست مان كردوا لو زعمي خو مان دا يانا فقيل كذبتو وأن جا جوابي وان دراوتوا كتو أنا ولا كذبتو أنجو دروية دكن حالي بون سونا زا بس كذبتم جملة دوامة دبت جوابي سؤال مقدرك حالي بون سونا بلام خو الآن لا بيت شعرك دا نهاتوا حذف كداوا فحذف هذا الاستئناف كله أو جملة استئنافك همان جوابك كذبتم حذف كداوا وأقيم قوله لهم إلف وليس لكم إلاف مقامه حليبون سنة دوايا لهم إلف وليس لكم إلاف لجيغاي جوابك داندراوا بوسي لجيغاي جوابك داندراوا لدلالته عليه وانيا چونكو دلالت دكا لسر جوابك حليبون سنة بو دلالت دكا لسر جوابك چونكو علتي جوابك حليبون سنة علت بويدي بوي وانيا اما كنت جوابك اويك كذبتم وانيا يعني انقو دروتان كردوا بس علتك ولا بنا بو علتيا شن اوان سفري تجارتي مهم ان هيا بلا ما انقو نيتان حالي بون سونا بس بنا بو علتيا انقو دروتان كردوا حالي بون سونا يعني اوا علتك ودليلك كجوابك ثابت دكات وانيا دروي جماعتك ثابت دكات حليبون سونا او بدون ذلك اي قيام شيء مقامه اكتفاء بمجرد القرينة يان جاري ويا جملة استينافك كلا حذف دبي وانيا بلام ببي اويك اشتكي في شيء ده قلبي يعني ببي اويك اشتق لزيغاي جوابك دابني شت وانيا هيج اشتق لزيغاي جوابك داناني شبوتي ولا اكتفاء بمجرد القرينة چون اكتفاء بمجرد قرينة دكري قرينه كيكا نشام دا جواب محذوفك تيا بويا لازمني هيج اشتق لزيغاي ودابني وكتي مثالي أوا نحو فنعم الماهدون فنعم الماهدون حليبون سونا الآن فنعم الماهدون أوا جملة أولا فنعم الماهدون حليبون سونا أوا جملة أولا جملة دومتيا جملة دوام أوايا هم نحن حالي بون سونا هم نحن حالي بون سونا يعني أو كسانيك مدح دكرين إيمين
هەڵیبوون چۆنە؟ ئەو کەسانەی کە مەدەح دەکرێن ئێمەین. هەڵیبوون چۆنە؟ ئەوە حەزف کراوە هم نەحنو. هەڵیبوون چۆنە؟ دێ باشە ئەلان ئەوە جملەی جوابەکەیە. وانە جملەی دووەمە کە کلەن حەزف کراوە، هیچ شتێکی لە جێویدا نەنیشتووە. ئاتەکە فەقەت ئەوەندەی دی فەنیعمە الماهیدون کەوە جملەی ئەوەڵە. وانە جملەی دووەم کلەن حەزف کراوە، هیچ شتێکیش لە جێگایدا نەنیشتووە. ئەڵبەتە ئەی نەحنو ئەوە جوابەکەی کە حەزف کراوە، ئەڵبەتە خەبەرێکە کە مبتەداکەشی هومە، ئەڵبەتە کلەن حەزف کراوە. ها نەک بڵێ خەبەرێکە کە مبتەداکەی حەزف کراوە فەقەت، هەر کلەن حەزف کراوە. هم نەحنو، نەحنوش حەزف کراوە خۆ. هەڵی بوون چۆنە؟ ئەی نەحنو عەلا قەولین مەخصوص بە مەدحەکە نەحنوویە، فەنیعمە الماهیدوونە نەحنو. وانە فەنیعمە الماهیدوونە نەحنو. هەڵی بوون چۆنە؟ نەحنو مەخصوص بە مەدحەکەیە حەزف کراوە، ئەڵبەتە بەتەنێنا هەم ئەو حەزف کراوە هەم مبتداکەشی حەزف کراوە. على قول أي على قول من يجعل المخصوص خبر المبتدأ. كالبتا لرا على قول واجوان بو نيلت حالي بون سونا نصيبتي بنا بقولك بنا بچ قولك أي على قول من يجعل المخصوص خبر المبتدأ بنا بقولي أو كسيكا مخصوص بمدحكا كهمان نحنويا ديكات خبر مبتداك محذوف كهمان هما أي هم نحن. حالي بون سونا دي باشا وانك أو على قوليني دبو نكد با مصنف دي چون أما چه بنا بو تركيبيا كبلين نحنو خبرو مبتداكي حذف كراوا كهما. حالي بون سونا چه بینا بەوەی کە خەبەرێک بێ مبتەداکەی حەزف کرابێت، یان نەحنو مبتەدا بێت خەبەرەکەی حەزف کرابێ، مبتەدایەکی مەحذوف الخەبەر بێ. هەڵی بوون چۆنە؟ فەرقی نییە. دیسانیش هەر جوملەکە کلەن حەزف بووی دی. چه بینا بەو تەرکیبە، یعنی چه نەحنو بە خەبەری دانەی بڵێ مبتەداکەی هما. حالی بوون چۆنە؟ یان نا نەحنو بە مبتەدای دانەی خەبەرەکەی خەبەری بۆ بێنی. فەرقی نێ لە هەردوو حاڵەتدا کلی جوملەکە حەزف کراوەی دی و هیچ شتێکیش لە جێگای جوملەکەدا نەنیشتووە. حالی بوون چۆنە؟ پس دەبوو ئەوەی نەکوتبا عەلا قەولین، دەبوو کوتبا عەلا قەولەینی، دەبوو ئەوای کوتبا بینا بە دوو قەول، بینا بە دوو تەرکیب. لو مثالي دا كل جملة استنافك حذف بوا. حالي بون سونا اوش توابو او بحز لباري جملة استناف دابو. وانا جملة استناف ربطي بشي هبو، ربطي ببحثي شبه كمال اتصال. حالي بون سونا اما تائرة چوار دانا قسم باس کردوام کە لەواندا ئەمە کوتن فەسڵ واجبە، تەرکی عەتف. چوار قسمەکە چ بوو؟ کەماڵی ئیتیساڵ، کەماڵی ئینقیتاع، شیبهی کەماڵی ئیتیساڵ و شیبهی کەماڵی ئینقیتاع. هەڵی بوون چۆنە؟ ئەو چوار قسمەم باس کردووە تا ئێرە. دوو قسمی دیکە ماوەتەوە کە باسی لێ بکەین کە مصنف لێرە دێت باسی وان دەکا. هەڵی بوون چۆنە؟ یەکی کەن تەوەسوتی بەینە الکەماڵەینا. هەڵی بوون چۆنە؟ یەکی کیشەن کەماڵی ئینقیتاعی مع الئیهامە، کەماڵی ئینقیتاعی مع الئیهام. هەڵی بوون چۆنە؟ چاو لە تەوەسوتی بەینە الکەماڵەیندا ئەوی باز دەکەین، بەڵام دەپێشێدا باسی کەماڵی ئینقیتاعی مع الئیهام دەکات. چاو لە کەماڵی ئینقیتاعی مع الئیهامدا، چون کەماڵی ئینقیتاع هەیە دەبێ عەتف ئەنجام نەدرێ. چۆن ئەمە پێشێ کوتنی دی کەماڵی ئینقیتاع باعیسی فەسڵ دەبێت. وانە وەلی چونکو مع الئیهامە، چونکو ئەگەر
عطف انجام ندريت ايهام دي تبيشي حليبون سونا بويا ليرا عطف واجبة حليبون سونا بويا تساو عنوانكي اوادنا واما الوصل لدفع الايهامي وصل همان عطفة عطفة كبودكي لدفع الايهام وانيا شو كل تركي عطف دا ايهام دي تبيشي بويك ايهامك دفع بكريتوا عطف انجام ددري حليبون سونا بس اول ليو تيغنسي ها او همان كمال انقطاعي مع الايهام كلير بو عنوانا هناويتي ولما فرغ من بيان الاحوال الاربعه المقتضيه للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل حليبون سونا وقتك مصنف توابو لا بيان او تشار حالانيك فصل عند ذكرت او زار يعني تركي عطف او زار مصنف شروع دك ببيان او دو حالتانيك وصل داوا دكن عطف داوا دكن واني او دو حالتيك لانديخين لوان دا عطف واجبة حليبون سونا جاء فقال واما الوصل لدفع الايهام فكقولهم لا وايدك الله حليبون سونا اما اوك عطف واجب بيت لبر دفع كرنوي ايهام عطف واجب بيت لحالك داك كمال انقطاع لبين دو جمله كدا هيا ونيا بس دبي عطف درست نبا ونيا بلام عطف انجام بدريت لبر دفع ايهام حليبون سونا وكتي مثالكي او جيجاي اولا لو دو جيجاني كعطف واجبة حليبون سونا وكتي مثالكي فكقولهم لا وأيدك الله مثالكي وكو قول عرب كان كدلن لا وأيدك الله حليبون سونا الان ليردا سونا ليردا فقولهم لا رد لكلام سابق وانيا لا بخوي جمليك بخوي جمليك لا ردي كلامك دكاك سابقا كتراوا حليبون سونا كما اذا قيل هل الامر كذلك مثلا زمانك كترابت آيشتك وايا حليبون سونا بيشي سؤال كراوا آيشتك وايا متكلمش دلال لا دلال نا والله وانيا حليبون سونا فيقال لا أي ليس الأمر كذلك حليبون سونا أو أختي متكلم دلال لا وأختي كيكا سؤال كراوة كهل الأمر كذلك بيش أو سؤال كراوة متكلم لجواب دا دلال لا يعني ليس الأمر كذلك نا والله اشتكوانيا حليبون سونا بس فهذه جملة إخبارية بس لا هر خودي خوي بتني جملة كا لا بو خوي جملة كي خبريشة خبر ده دي لوي كا مسألة كوانية اشتكى وانية حليبون سونا بس هو جملة كي خبرية وانيا وأيدك الله جملة إنشائية دعائية بس هو جملة أولا كخبري بو بلام جملة دوما كأيدك الله دعايا بس جملة إنشائية أقواب اللي بين دو جملة كذا كمال انقطاعها حليبون سونا جملة إنشائي دعائية فبينهما كمال الانقطاع بس لبين عندها كمال انقطاعها لكن عطفت عليها باشا وقت كمال انقطاعها لبين عندها خود بيت تركي عطف كرابة أديبوتي جملة دوام عطف كرابة وبصر جملة أول خو جملة خبري وإنشائي تناسب يعني كمال انقطاع هي لبين عندها وكو بيش خندو مانا حليبون سونا أدي بوتي جملة دوام عطف ذكرت وبصر جملة أول لكن عطفت عليها لأن ترك العطف يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد مع أن المقصود الدعاء له بالتأييد وانيا بلام بويا حرفي عطف هندراوا ونيا تساوق حرفي عطف نهاد با
أو اختي تسيلي دهات لا أيدك الله، لا أيدك الله يعني خدا موافق لك حليبون سونا يعني أو اختي أولي دي لا أيدك الله وانيا أو اختي وانيك أو اختي كلامك وايد جيان كدعائك ببر عليه مخاطب وانيا دعائك بيت بزرري مخاطب ده حالك ده مقصود أوني يا أخو مقصودي تو أويا بوسيلة لا بوسيلة لا كلامي السابق رد كيوا واني ودعاي دعائك بنفع مخاطبي بكي نقب زرري وي نقبر عليه وي حليبون سونا بس بويك بويك توهمي غلط نية تبيشي حتما ده بحرف عطف بهندريت حليبون سونا بويك تو بزاني لا يكب وسر أيدك الله داخل نبوة بلكو جمليكي مستقلة أو بخوي جمليك أيدك الله جمليك ديكيا بوي جملي دوام عطف كراوة وبسر جملي أول وحرفي عطف هندراوة بوتي لأن ترك العطف يوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد حليبون سونا چونكو تركي عطف أجا تركي عطف كرابة أو أختي وايد جيانت كا كلامك دعائك بر عليه مخاطب وانيا كا كلامك دعائك بر عليه مخاطب دعائك جبتسيا بوكا توفيق ندري مؤيد نبي حليبون سونا لا أيدك الله لا أيدك الله حليبون سونا أو أختي لو أنا مخاطب واجمان بكات حليبون سونا ده حالك ده خو مقصود أوني مع أن المقصود الدعاء له بالتأييد ده حالك ده مقصود أوني يا خو دعاء برزد مخاطبي بكري أوني بلكو مقصود متكلم أو بوك ده بيش ده بوسيلة لا ردي كلامي سابق بكاتوا أوني ردي كلامي سابق بداتوا دعايا دعاء دعاء بو مخاطبي بكات بشي دعاء بو بكا بوكا مؤيد به بوكا توفيق بدري حليبون سونا بس فأينما وقع هذا الكلام فالمعطوف عليه هو مضمون قولهم لا بس لهر جيجاي كدا بس لهمو زي كدا وايا لهر جيجاي كدا أو كلام يهاتا بيشي حليبون سونا أو وقتي أيدك الله معتوفة معتوف عليه يا كيتيا لا حليبون سونا البتا كابرا دل زباش أخو عطفي جملة بوسر حرفيا واني أخو جملة بوسر يك حرفي عطف ناكريتاوا حليبون سونا دلن بابا لا يكا مضموني جملي هيا حليبون سونا بس أويك جملة دوام عطف ذكرت وابو سراوي مضموني لا يا حليبون سونا يعني أو جملة ك لا دزمني قرتوا حليبون سونا همان جملة ليس الأمر كذلك كتن لا يعني ليس الأمر كذلك حليبون سونا بس أو وقتي هر عطفك عطفي جملة بوسر جملة دبي حليبون سونا بنا بو تأويليا بنا بتأويل عطفك هر عطفي جملة بوسر جملة دبي بلام بعضك بعضك اشتباتي قشتونا حليبون سونا منزول لو بعضيش زوزانية وبعضهم لما لم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام نقل عن الثعالبي حكاية مشتملة على قوله قلت لا وأيدك الله وزعم أن قوله وأيدك الله عطف على قوله قلت حليبون سونا بعضك لشاريح كان كزوزانية وقتك اطلاعي بيدا نكردوا بسر معتوف عليه دا لو كلامي دا
وانيا يعني نيزاني واريد بمعتوف عليه يا كي تسبت حليبون سونا هاتوا حكايتي كي لسعالبي نقل كردوا كمشتملة بسر او قول دا كسعالبي كتويتي قلت لا وايدك الله حليبون سونا هاتوا او عبارتي نقل كردوا قلت لا وايدك الله قلت شي دقلا قلت دوايا الزعمي بردو زوزني ك وأيدك الله عتف دبيته وسر قلتوي ونيا زعمي بردو وجماني كردوا وجماني كردوا ك وأيدك الله عتف دبيته وسر قلتو حليبون سونا جا ولم يعرف إدي باشا نيزانيوا كبابا أجر أولا أجر بوسر قلت عتف بيتها و حليبون سونا أو أختي أخو أيدك الله دعايا أجر بوسر خدي قلت عتف بيتها و أو أختي داخلنا بيت أو أختي نابت مقولي قلتوي حليبون سونا أجر بوسر خدي قلت عتف بيتها و نابت مقولي قلتو حليبون سونا دحالك دا مقصود أويك مقصود أويك ونكبت مقصودي السعالبي مقصود مقصودي السعالبي أو أبوك بلد أمن دو مقولم هيا وأنا يكي كان نفيك يكي كيشان دعايك حليبون سونا يعني أويج مقولة أويج يكيك لما قولة كان ده حالك ده أجاب وصر خدي قلت عتف بيتها أو اختي نابت ما قولي بي وانيا أو يك دو من باشا أتو لو مثلا لو عبارتي داك قلتوها تو دي دعاك بوصر قلت عتف دكي وأيدك الله أدي لزيقاك داك قلتونا هاد بيت دكي أدي أو اختي أخو زور زاران قلتوي دا قالنيا هالي بون سونا ادي او وقتي تسيري داكي او وقتي دبي لا وانكا جيغاي معتوف عليه دبي جي خالي اكي داني هالي بون سونا يعني او وقتي اصلا جي خالي دا مينت هالي بون سونا بوية دلد ولم يعرف انه لو كان كذلك لم يدخل الدعاء تحت القول وانيا ايدي زوزاني نيزاني وكا اگر اوابت لو كان كذلك يعني معطوفا على قلتو وانيا اگر دعاك عطف ببيت وبسر خدي قلتو او اختي لم يدخل الدعاء تحت القول او اختي دعاك داخل نابت لا ما بعد قولي دا لجير قولي دا لجير قلتوي دا داخل نابت ببيت مفعولي وي ونابت مقولي قلتو وانيا دا حالك دا او خلافي مقصودة حاليبون سونا ظاهرا او خلافي مقصودة چونكو سعالبي دا هيبلا من دو مقولم هيا حاليبون سونا كيكي كان نفيكيا يكي كان دعاكيا حاليبون سونا بس اويش هر مقولة وانيا ده حالك ده وكو الزوزاني كتويتي اقاب وصر خدي قلتو عتف بيتوا او اختي نابت مقول نابت مقولي قلتو نابت مفعولي وي حليبون سونا او زار وانه لو لم يحكي الحكاية فحينما قال للمخاطب لا وأيدك الله فلا بد له من معطوف عليه وانيا او زار اقر اجا فرس كين قلتوي حكاد نكربا سعاليبي لا عبارتي خويا قلتوي نكدبا حليبون سونا البته قلتو حكايتي نكدبا يعني وانك لفظي كيكا حكايتي شدك ريبا وسيله كما قلتويا حليبون سونا اخا اول لفظي كاتو حكايتي شدة كي بوسيلي شنو وقتك تو كتت قلتو إدي بدوي ويدا كم مقولان دلي يا مقولي كي دلي
حالی بون سونا او بویا با حکایت نیوی بردوا پس منظوری وی لحکایت همان قلتویا دیواش اگه قلتوی نکد با بفرس او وقتی فحينما قال للمخاطب لا وأيدك الله وقتك كسعالبي بمخاطبك خوي دلت لا وأيدك الله أو وقتي فلا بد له من معطوف عليه وأني دخو بنزري زوزني ناكر دعاك وسل لا يعتف بتوا ديوش أو وقتي معطوف عليه دوت وأني دخو كلامكش خالية لمعطوف عليه حليبون سونا فقد لا هيدي لكلامك إذا خويت سيدي كان كتراو حالي بون سونا كوابو أوج باسي موريدي أول كلاوي دا عطف واجبة حالي بون سونا بويكا توهمي غلط دفع بكريتاو بويكا أتوانا زاني دعاك دعاي شر وانيا بلكو بزاني كدعاك دعاي خيرا حالي بون سونا أولا نيو عربان إجدا وزورا حالي بون سونا هر وانكا معنى كشي أوي دي دواي أوي كنفرق ادعائي كي كردو يا نفرق سؤالي كي كردو أتو دالي لا وأيدك الله يعني نا وانيا خدا توفيق بدات حالي بون سونا يعني أتو خراب حالي بويا خراب تيجيشتو يا وانيا البتة كدلم وانيشا وانيا أمن لبال ويدا دعاي خير يشد بودا كم دي وامزانا كأمن با با رقابة با حسادة دلم وانيا حليبون سونا أو موردي أول توابو حليبون سونا أو كعتف واجبت بودفعي توهمي غلط حليبون سونا موردي دوام كدي ساعات واجبة توسطي بين الكمالين حليبون سونا وأما للتوسطي وأما للتوسطي حليبون سونا أما بفتح دخين ريتوا حليبون سونا ونك وأما للتوسطي جوابي أما جدوادت وأما للتوسطي فإذا اتفقت خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع حليبون سونا توسطي بين الكمالين بوجوري محقق دبي حليبون سونا توسطي بين الكمالين بوجوري محقق دبي كدو جملك متفق بن دو جملة متفق بن وكو يقوى بن لجهتي خبر بون يا إنشاء بون و جا وكو يقوى بن لفظا ومعنى وكو يقوى بن يا فقد معنى وكو يقوى بن بجامع يعني مع جامع دقل أويك جهتي جامع جل بين دو جملة دا وجودي هبت حالي بون سونا دو جملة متفق لخبر بون يا إنشاء بون دا لفظا ومعنى وكويكن يا فقد معنى وكويكن الآن باصي دكين أو دبت هش قسم حالي بون سونا دقل أويك زامع وجودي هبي لبين دو جملة كذا حالي بون سونا كالبتا أما حوالا بدوا كردو إيدي كزامع بتسي دلن دوا أقسام كيتيا حوالا بدوا كردو ك أسقز على درسي بعديدا بحسي زامع شروع دبت حليبون سونا شون لدرسي بعدي ده إن شاء الله حسي جامع ده جيني الآن بخوي شرحي دادات الشارح الآن بخوي بحسي دكاكة سونا بلام جاري وأما للتوسطي وأما للتوسط عطف بوسترشو وأما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم ونيا وأما للتوسط يعني وأما الوصل للتوسط حليبون سونا أما أوك عطف واجبت لبر توسط بين الكمالين ونيا تون أوش حالتي دوما كلاويدا عطف واجبت حليبون سونا
أو كتني دي جوابي أماج دوادت فإذا اتفقتا حالي بونسونا. وأما الوصل للتوسط فإذا اتفقتا خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع حالي بونسونا. جا أما ليرا أمان بفتح خين دوا عطف أبو سر بيشي عطف على قوله أما الوصل لدفع الإيهام ليرا أما للتوسط عطف أبو سر قولي بيشي مصنف ككتي أما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم حالي بونسونا أبو سر وي عطف دبيتوا وانيا بس آوي لديت أي وأما الوصل لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال فإذا اتفقتا فإذا حالي بونسونا بس وأما للتوسط يعني وأما الوصل للتوسط أما أوك وصل واجب بيت أوك عطف واجب بيت لبر أويك توسط بين الكمالين هيا ونيا لبر أويك توسطي بين الكمالين هيا يعني دو جملة كان قراري أن قرتوها لا وسطي كمال انقطاع وكمال اتصال ده دو جملة كا توسطي بين الكمالين يعني هيا يعني دو جملة كا قراري أن قرتوها لا 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 بيني كمال اتصال وكمال انقطاع ده حالي بون سونا كاو دوا بسي دا كين سونا جاري فقط ديه بلا تركيبة كي سونا تركيب عبارتك حالي بون سونا جا وقد صحف بعضهم أما بفتح الهمزة إما بكسر الهمزة حالي بون سونا بعضك لا شاري حكان كهمان زوزانية ديسان حالي بون سونا بعضك لشاري حكان كزوزانية لرا اشتباي كردو دسكاري كي كردوا هاتو أمايكي كي كبا فتحي همزة با إما خندو يتوا بكسري همزة حالي بون سونا هاتو أماي با إما خندو توا حالي بون سونا جباشا كاري كي درستي كردوا تفتازين دلنا والله فركب متن عمياء و خبط خبط عشواء حالي بون سونا جا وكو إنسانك لهات وزوزاني وكو إنسانك كسواري سواري پشتي وشتريكي كوير بيت حالي بون سونا سواري پشتي وشتريكي كوير بوا حالي بون سونا و وقدمي هلنا وتوا ونيا وخبط قدمي هلنا وتوا وكو اشتريكي ك كمبينا بيت وانا يا اشتريكي ك بشو نابينت شبكور بي شبكور حالي بون سونا عميا كديار ايدي مؤنسي اعمايا صفة بو ناقتي جبو يبا مؤنس هاتوا حالي بون سونا يعني زوزاني سواري پشتي وشتريكي بوكا سواري پشتي وشتريكي كوير بوا وشتريكي نابينا يعني منظوري اوه كسر گردان بوا حالي بون سونا سون وشتري كوير معلوم نيه خو بو چه سمتيكي داد باد حالي بون سونا بو چه جهتيكي داد باد حالي بون سونا او جارو خبط خبط عشواء حالي بون سونا يعني براو پیس سوا قدمي هلنا وتوا حالي بون سونا وكو وشتريكي كم بينا واني عشوة دو معناي هيا هم با با كم بينا دلين وشتريكي كا كم بينا بيت حالي بون سونا هم وشتريكي كا شبكور بي يعني بشو تاق نبينت او دو معنانا دو سوقيش كتو يتي ضعيفة البصري او لا تبصر ليلا او يكا بينايكي ضعيف بيت يا هر بشو نبيني حالي بون سونا در كل منظوري اوهي كسرگردان بو بو كاريا خوي سرگردان كردوا حالي بون سونا اخرتو با اما يدخيني وا عطف بو سر چو حالي بون سونا
وصرت شو عاد في دكي هو حليبون سونا البتة سي إشكالي تدايا. أولا إشكالي أول أويا أجر إما بكسر بيت وانيا أوختي في بوشي هاتو لإدامة دا دخو في لجوابي أمي دا دخو لجوابي إمي دا نايا حليبون سونا أو إشكالي أول سي إشكالي تدايا حليبون سونا إشكالي دوام أويا إشكالي دوام حليبون سونا إشكالي دوام إشكالي دوام إشكالي دوام لوي دايكا هم لهر جيجايكي كإمابيد لا نحوش داخين دوما أنا لهر جيجايكي كإمابيد معادلة كده حليبون سونا أو ندلي وانكا تزوج إما زيدا أو أختها البته تزوج وانك هندا او اختها حليبون سونا اما هندا او اختها اما زيدا ممكن هون دقا زيد زمان عادتي كردو تزوج اما هندا او اختها حليبون سونا يعني اما معادله كي دبت حليبون سونا دباشا ليرا اگر اتو با اما يبخيني ومعادله كي كوا خو اوي بيشش اما يخو خو اويش امانيا اما الوصلو لدفع الإيهامي فكقولهم حليبون سونا بس إشكالية والأوابو كفيل جوابي أما إدادت أقاتو إما بخيني وبكسرة أو اختفي بوتيهاتو أو إشكالية وال إشكالي دوام أويكا أقر إما بكسرة بخيني ومعادلة كي دوت دحالة كي دا معادلة كي ذكر نكراو أخو هج معادلة كي بونهاتو لمقابل دا حليبون سونا إشكالي السوم تيا إشكالي السوم إشكالي السوم إشكالي السوم مش أويا لا دو سوقيش دالبتاو إشكالاني باس كردو إيدي إشكالي السوم أويا كا اما پیش کتن کتن او دو موریده که الان باسی لده کن لوان دا وصل واجبه حالی بون سونا او یعنی مادم اما پیش کتونه و اما الوصلو لدفع الایهامی فک قولهم وانکه اما کتن كتن او دو موريدي الان باسي لدكين تفصيلي چيا تفصيلي اوي كبيش كتن وصل واجبة بعض وقتك او نكتن بعض وقتك وصل واجبة او لدو موريد دايدي كوصل واجبة حالي بونسونا دي باشا وانك اما الوصلو لدفع الايهام فك قولهم دقل واما للتوسطي هر دوكيان تفصيلي إجمالي كن كلابيش باس كراوا هر دو كان تفصيلي إجمالا كنا أو إجمالي كلابيش هاتبو واني أما كنا ما بيش كتن لشوار حالة دا فصل واجبة لدو حالة إجدا وصل واجبة بيش إجمالا أو ما كتبو دي باشا وأما للتوسطي تفصيلي إجمالا كي بيشي هر وكو وأما الوصل لدفع الإيهام فكقولهم أبيش تفصيل إجمالا كي بيشي حليبون سونا دلاشة وقتك تفصيل إجمالا كي تفصيل إجمالا كي وانك بو تفصيل إجمالي أما دكترينك إما حليبون سونا بو تفصيل دانشتكي أما دكترين وقتك إجمالك بيشي كترابي إجمالك بيشي كترابي دواتو بتو إجمالك تفصيل بدي حليبون سونا تفصيلك با أما دس بيدكي نقب إماي حليبون سونا تفصيل داني إجمال دقل إما دقل أما سازقارا دقل أما ديتو نق دقل إماي حليبون سونا شو معمولا تفصيلي شد با أما ددريت نقب إماي حليبون سونا أوش إشكالي سيوم أجرتو إما بكسر بخينيوا حليبون سونا
جا توسطي بين الكمالين شو وقتي كي هيا لبيني دو جملة كذا، فإذا اتفقتا أي الجملتان خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع. حليبون سونا توسطي بين الكمالين بويدلا، وأني أي بأن يكون بينهما جامع بدلالة ما سبق من أنه إذا لم يكن جامع فبينهما كمال الانقطاع. حليبون سونا أو بجامع أو بجامعين معنى كردوا. حليبون سونا أولا دبي توسطي بين الكمالين أويك دو جملكا لجهتي خبربون إنشابون ومتفق بن وكو يقوابن، يعني هردوك خبريبن يا هردوك إنشائيبن جا لفزن معنى وكو يقوابن يا فقد معنى وكو يقوابن دقل أويك جامع جلبيني دو جملكا دا وجودي هبت بجامعين، يعني شي أي بأن يكون بينهما جامع وانيا يعني يعني دقل أويك بكب معنى معايدي دقل أويك دبي جامع وجودي هبي لبيني دو جملة كذا دبي جامع وجودي هبيت باش أتو بشير هذا زاني كذا بي جامع وجودي هبي لو قسم ششو ميدا أو قسم آخر يدي توسطي بين الكمالين، لو قسم آخر يدا كا توسطي بين الكمالين وانيا أما كتن دو جملة متفق لجهتي خبربون وإنشابون و بلام دبيت زامع وجودي هبه لبيني عندا. حليبون سونا بتصير هذا زاني كبو توسطي بين الكمالين دبيت جامع وجودي هبت بتصير هذا زاني ولا بور هذا زانين بدلالة ما سبق بنا بدلالتي أو شتي كلبيش تيباري أما دزانين كجامع لازمة أو شتي لبيش تيباري سبو ولا أشتي لبشة يباري أو أبوك أجا جامع وجودي نبيت أو أختي لبيني دو جملة كذا دلن كمال انقطاعها يا وانيا أخام بيشة لبحسي كمال انقطاع دا باسن كرت وانيا قتن كمال انقطاع أويا كا لا دو جملة كلا خبر بون وإنشاء بون دا وكو يجوا نبن وكو يجنا بن يا لا خبر بون وإنشاء بون دا وكو يجبن بلام جامع وجودي نبي وانيا او نبشي لبحثي كمال انقطاع داخين دو مانا كحتى اقر دو جملك متفق بن لجهتي خبرية انشائيتها لجهتي خبربون انشابون او متفق بن بلام جامع وجودي نبي لبين اندا او اختي كمال انقطاعي بيدا كتري وانيا دي باشا بس اقوى بيلير بويكا ببيت التوسطي بين الكمالين على وبر أويك دو جملة متفقين دبيت زامع إشهبي وانيا شون أما بيش كتمان أجا دو جملة فقد متفق بن بلام جامع وجودي نبي كتنا وقتي دبيت كمال انقطاع حليبون سونا وقتي دا إصلاح دا كمالي انقطاعي بيدلن وانيا دي باشا ما دام أما بيش كتونا أجر دو جملة متفقش بن بلام جامع نبيت جامع وجودي نبيت دبيت كمال انقطاع فس بيور ادزانين بتوسطي بين الكمالين دبيت جامع وجودي هبه بس قالويك دو جمله متفق حليبون سونا جا او دو جمله كمتفق متفق بونا كان بتجوريك ثم الجملتان المتفقتان خبرا او انشاء لفظا ومعنى قسمان لأنهما إما إنشائيتان أو خبريتان فاشان بزانا أو دو جملانا أجا متفق بن دقال يكتل لجهتي خبر بون يا لجهتي إنشاء بون متفق بن لفزن معنى لفزن معنى وكو يقبن نك فقد معنى لفزن معنى وكو يقبن أو دو قسمي لبيدادة بدبو تون يا هردو كان إنشائينا لفزن معنى يا هردو كان خبرينا لفزن معنى بس فقط دو قسمي لي بيدا دبيت حليبون سونا بلام والمتفقتان معنى فقط ستة أقسام بلام أجر دو جملة كان فقط معنى وكو يجواب هر دو كان معنى إنشاء بن يا هر دو كان معنى خبر بن وانيا
أو أختي أو ستة أقسام أجر فقد معنى وكو يجواب أو شش قسمي لي بيداد بي بو شش قسم لأنهما إن كانتا إنشائيتين معنى ونيا إن كانتا إنشائيتين معنى يا هردو كيان معنى إنشانا يا هردو كيان معنى خبر هل يبون سونا جا إن كانتا إنشائيتين معنى أو أختي لفظكان شاولي دكين فاللفظاني إما خبراني أو الأولى خبر والثانية إنشاء أو بالعكس أو سي قسم أجا دو جملك هردو كان إنشائيب لجهة معناوة وانيا دباش أول لجهة معناوة هردو كان إنشانا لفظكان شاولي دكين حاليبون سونا لفظكان يا لفظي هردو كان خبرا يا أول دانا خبرا ودوام دانا إنشايا ين بالعكس أول دانا إنشايا ودوام دانا خبرا لفظكي حالي بون سونا أو السيق اسم أو جار وإن كانت خبريتين معنا أجر هردو كان لجهتي معنا وخبر بن أو اختي لفظكان شاو لدكين فاللفظاني إما إنشاءاني أو الأولى إنشاء والثانية خبر أو بالعكس حالي بون سونا أوش سي قسمي لي بيدابو يان لفظي هردو كان إنشايا يان لفظي أول دانا إنشايا ولفظي دوام دانا خبرا يان بالعكس لفظي أول دانا خبرو لفظي دوام دانا إنشايا حالي بون سونا دي باشا أوش شاش قسميش بيدابو فيشش دو قسم أوهشت فالمجموع ثمانية أقسام فز مجموعة كان دبتا هش دانا قسم حالي بون سونا جا مصنف مثالي بو همان هنا وتوا اوش دلنا والله مثالي بو همو يان نهنا وتوا والمصنف أورد للقسمين الأولين مثاليهما مصنف بودو قسم كان أول مثالي أو دو قسماني هنا وتوا حالبون سونا مثالي دو قسم كان أولي هنا وتوا جا فرمويتي كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم وقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم في الخبريتين لفظا ومعنا وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا في الإنشائيتين لفظا ومعنا حاليبون سونا مثال دو قسم كان يولي هنا وتوا دوايا لشش قسم كان آخر جدا يق مثالي هنا وتوا لشش قسم كان آخر جدا يق مثالي هنا وتوا حالي بون سونا كأويش لا إدامة داديت حالي بون سونا جاري مثالي دو قسمكاني أول كدو جملكا لفظان معنا متفق بن لفظان معنا وكو يقوى بن وكو تسي مثالكي وكو قولي خداوان دي متعال ك فرمويتي يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله جملة أولا هو خادعهم جملة دوما ونيا هر دو كيشان لفظن معنى خبر حالي بون سونا يان أو مثالي أول مثالي دوام ديسان وكو قولي خداوان دي متعال كفرمويتي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم حالي بون سونا كديسان جملة أول وجملة دوام هر دو كان لوي دا متفق ك هر دو جملة لفظا ومعنى خبر حليبون سونا في الخبريتين لفظا ومعنى أو دو مثال هر دو كان مثال قسمي أول بون ها حليبون سونا هر دو كان مثال يق قسمي بون أو دو أنا مثال بويك دو جملة هر دو كان خبري بن لفظا ومعنى نش حليبون سونا أدي باش بو دو مثال هنا وتوا ونيا جخول لهر دو مثال دا دو جملة خبرينا
لە جهتی لەفزە و لە جهتی معناشەوە. حالی بون سونا ادی بودو مثالی هناوتوا ولا فرق ان هيا الا انهما في المثال الثاني متناسبتان في الاسمية بخلاف الاول. بلام دو جملة لمثال دوام دا ان الابرار لفي نعيم تا اخركي لمثال دوام دا دو جملة هر دو كان خبرينا لفظا ومعنا بلام لا لا اسمية بونج دا تناسب هيا هر دو جملة اسميشن بلام بخلاف مثال اول لمثال اول دا جملة أول فعلية جملة دوام اسمية وانيا لفعلية بونو اسمية بون دا تناسب يعني دا قال يكتر او هر دو كان مثال قسمي اول بون او جا مثال قسمي دوام وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا في الانشائيتين لفظا ومعنى وانيا وانا كمثال كيدي كديسان وكو قولي خداوند متعال كفرمويتي كلوا واشربوا ولا تسرفوا وانيا اول دانا امر دوام دانا امر سيوم دانا نهي وانيا فزقوا بهر سي جمله كانشايا مثالي او مثال ابوي كدو جمله كا يا سي جمله كا وانيا كعطف كراونه تو بو سر يكتر هر دو جمله انشائنا لجهتي لفظ ولجهتي معناشوا حالی بون چۆنا پس مثالی بۆ دوو قسمەکانی ئەوەڵ هێناوەتەوە ئەدی شەش قسمەکانی ئاخر وەڵام مثالی شەش قسمەکانی ئاخر بۆ شەش قسمەکانی ئاخر یەک مثالی هێناوەتەوە حالی بون چۆنا کە ئەو مثالێ دەتوانین بەسەر دوو قسمدا منتەبیقی بکەین حالی بون چۆنا مثالەکە مطابق دەکرێت دەگەڵ دوو قسم وأورد للاتفاق معنى فقط مثالا واحدا ونيا بو بو أو موردك دو جملك فقد لجهتي معنى ومتفق بن فقد لجهتي معنى ومتفق بن بو أو موردي يك مثالي هنا وتوا ده حالك ده شش قسمي ده قرتوا يك مثالي هنا وتوا باش بو يك مثال إشارة إلى أنه يمكن تطبيقه على قسمين من أقسامه الستة وانيا ولا بويك مثالي هنا وتوبويك إشارة بكات بولاي أويك دكريت أو يك مثالي تطبيق بكري بسر دو قسم لشش قسم كان دا يعني دكري مثالك مثالي دو قسم بيت لشش قسم كان وأعاد فيه لفظ الكافي تنبيها على أنه مثال للاتفاق معنا فقط حليبون سونا و كاف كافكشي بو بو مثالي بو بو مثالي بو بو مثالكش مثالي اتفاق معنا فقط وانه بو مثالي وكافي دوباره كردو توا بوي كا آقا داريب كاتوا لسروي كمثالك مثالي اتفاقي معناني فقط دا حالك دا سي مثالك بيشي مثالي او بون كدو جملك اتفاقي انها بيت لفظانو معنى وانيا بلام او مثالي كلاو بدوا وديهنين مثال بوي كدو جملك اتفاقي انها بيت لجهتي معناه فقط نقل جهتي معناه لجهتي لفظي شوا يعني ويستويتي بويا تشالا دلت ايدي فقال وكقوله تعالى وكقوله تعالى حليبون سونا تشالا مثالي بعدي دا ديسان كافي تكرار كردو توا بويكا نشان بداد مثالي بعدي دا قال مثالا كاني بيشي فرقي هيا فرقا كشي دا تسيدا فرقا كي دويدا لمثالي بعدي دا اتفاق دو جملك لجهتي معناي فقط بلام لم يسالك اني بشدا اتفاق دو جملك دا لفظ دابو دا معناج دابو حليبون سونا جا مثالي بعديك هنا وتوا اويا وكقوله تعالى واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا حليبون سونا
مثالك دي كبوي كدو جملك متفق بن وانيا بلام اتفاق دو جملك فقد معنى بيت حليبون سونا وكوتي وكو قولي خداوند متعال ك فرمويتي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى آخر حليبون سونا شاهدي مثالك لتشي دايا لا تعبدون أويك دتوانين دتوانين منطبقين بسر دو قسم دا حليبون سونا لا تعبدون دقل وبالوالدين إحسانا حليبون سونا لا تعبدون دقل وبالوالدين إحسانا حليبون سونا أخوا بالوالدين إحسانا متعلق كيدوت حليبون سونا جاءت يا متعلق كي بفعل مزارع تقدير دكي ينبى فعل أمر حليبون سونا وتحسنون بالوالدين إحسانا تحسنون ين أحسنوا بالوالدين إحسانا حليبون سونا دي باشا وانك أتو بهر دو جور دتواني تقديري بكي دي حليبون سونا يعني يا أتو تحسنون تحسنون مقدر دكي ين أحسنوا حليبون سونا زاوتان وبير بيت الآن بخوي توزيحي دداك سونا الآن ليرة شونا ليرة فعوطفة قولوا على لا تعبدونا لا تعبدونا أوابك كمها لا تعبدونا فعوطف قولوا فعوطف قولوا على لا تعبدونا مع اختلافهما لفظا الآن ليرة قولوا للناس حسنا لآخر آية كذا فعل أمر أيدي بوصل لا تعبدونا عطف كراوتوا دحالك دا دحالك دا لجهتي لفزوا تفاوت يعني هيدا قال يكتر حليبون سونا قولوا إنشايا لا تعبدونا خبرا حليبون سونا أبتل لجهتي لفزوا ها بس لجهتي لفزوا وكو يقنين بلام لجهتي معنى ومتفقا حليبون سونا باشا واختيق لفزكان وكو يقنية أدي بوشي دوام دانا بوسر أول داني عطف كراوتا وبوشي قولوا بوسر لا تعبدونا عطف كراوتا ولا لكونهما إنشائيتين معنا تون هر دو كان لجهتي معنى وإنشان هر دو كان لجهتي معنى وإنشان بوشي هر دو كان لجهتي معنى وإنشان لأن قوله لا تعبدونا إخبار في معنى الإنشاء أي لا تعبدوا تون لا تعبدونش لفزكي خبرا بلام خبرك كلمعنى دا إنشايا لا تعبدون يعني لا تعبدوا أما عهد بيمان لبني إسرائيل ورقرت كشي كلا تعبدوا حليبون سونا كأنقو لا تعبدوا إلا الله كأنقو غير خدا عبادة مكن حليبون سونا يعني تشاو درست لفزكي خبره بلام دا معنى دا نهيا حليبون سونا پس دا معنى دا إنشايا هر وكو چون قولو لجهتي معنى وإنشايا پس او دوانا لا تعبدون دا قل قولو لجهتي معنى ومتفق بلام فقد لجهتي معنى بلام دا لفز دا تفاوت ينهيا قولو إنشايا لا تعبدون لفزكي خبرا حليبون سونا أو جار وقوله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا هر أوان دا كافية ها بوما هر أوان دا بوما كافية لو مثالي دا وانيا قولوا للناس حسنا دا قال لا تعبدون حليبون سونا لجهتي لفظ ومتفقنين بلام أودو أنا لجهتي معنى فقد لجهتي معنى ومتفقن
چون لە معنادا هەر لە معنە لە جهەتی معناوە هەردووکیان ئینشانە. هەڵی بوون چۆنە قولو کە دیارە وانیە ئەو لەفزەکەشی ئینشایە معناکەشی ئینشایە ئەمرە ئیدی لا تەعبودونەش هەرچەند لەفزەکەی خەبەرە وانیە بەڵام بە معنای لا تەعبودوویە بە معنای نەهیە حەزە گوابی ئەویش دەبێتە ئینشا لە جهەتی معناوە ئینشایە. ئەو پس میسالەکەمان هەر ئەوەندە کافیە لە میسالەکەیدا بەڵام دیت وانە کە نوکتەیەکی دیش دەڵێ لەبارەی ئەو میسالەیدا ئەویش وە بالوالیدەینی ئیحسانا وە بالوالیدەینی ئیحسانا ئەوەنێ کوتم لێرە یان ئەو لەفزەی کە مقەددەر دەکرێ خەبەرە توحسینونا وانە یان لفظي امر مقدر ذكري احسنوا او نكتم زياتر بحثة اصليه كان زياتر بحثة كان لسروي دبي زياتر بحثة كي كان عندي كان لسروي والا خو مثالك راح ادبو حاربون سونا. وقوله وبالوالدين احسانا لا بد له من فعل وبالوالدين احسانا حتما فعلك لازمه بوتي چکو و بالوالدینی جار و مجروره حالی بون سونا احسانانیش مفعول مطلقه حالی بون سونا و بالوالدینی فعلی که دوید که محلا منصوبی که حالی بون سونا احسانانیش مفعول مطلقه پس دیسان فعلی که دوید که لفظا منصوبی که حالی بون سونا جا فإما أن يقدر خبرا في فإما أن يقدر خبرا في معنى الطلب أي وتحسنون بمعنى أحسنوا حليبون سونا جايا فعلك بلفزي خبر مقدر دكري بلفزي خبر أبتا دبي خبركش معناي طلبي لبقري وانيا يعني اقرتو فعلك بلفزي خبرج مقدري كي بلام معناي لمعنى دا انشاد بيت وانيا بلفزي خبر مقدري كي سونا اي وتحسنون بمعنى احسنوا وانيا وبالوالدين احسانا يعني وتحسنون بالوالدين احسانا حليبون سونا يعني تحسنون مقدر كين دتوين تحسنون مقدر كين بلام دبي معناي طلبي لي بقدين دبي بمعناي امر بيت هروكو لا تعبدون وابو لفزكي خبر بو بلام اما كتن بمعناي نهيه وانيا اوش اجر لفزي خبرج مقدر كين بلام بمعناي امر دبيت تحسنون بمعناي احسنوا حليبون سونا فتكون الجملتان خبرا لفظا انشاء معنا حالي بون سونا او وقتي دقل بيش مقاسيكي تحسنون دقل لا تعبدونا او وقتي هردو جملك لجهتي لفظ وخبر دبن ولجهتي معنى وانشاء دبن هردو كان لجهتي لفظ وخبر لجهتي معنى وانشاء حالي بون سونا جاء البته لير سؤالك ديتا بيشي سؤالكش اويا باشا اگر اما فعلك بلفزي خبر مقدريكين خدوها هر دبي بلين بمعناي طلبة وانيا دي باشا وقتك ياتو هر دوايا معناي طلبي ليدقري بس صفة ايديكي هيا كاتو فعلك بلفزي خبر مقدركي خوتو دبي دعا بلاي خبرك بمعناي أمرا حالي بون سونا بس صفة إيديكي دبيد أجر فعلك بلفزي خبر مقدر بكري أوش دلاي ولا دو فائدة هي حالي بون سونا وفائدة تقدير الخبر ثم جعله بمعنى الإنشاء فائدة أويك أول خبر مقدر بكريت وانيا
دوايا خبرك قرار بدري بمعنى إنشاء حالي بون سونا دوايا خبرك دابني بمعنى إنشاء أولا خبر مقدر كي دوا بلاي خبرك بمعنى أمر فائدة كي دوشتا فائدة كي لفزي هي فائدة كي معناي هي حالي بون سونا أما لفظا فالملائمة مع قوله لا تعبدون حالي بون سونا لفظا فائدة كي أويا لفظا لجهتي لفظا فائدة كي أويا كأجا خبر مقدر بكريت أو أختي موافقة تناسب دبيت دقل لا تعبدون هركو لا تعبدون خبرا وانيا أمش خبر مقدر كردو حالي بون سونا بس لجهتي لفظا دقل جملة كي بيش أخوي مناسبتي دبيت تناسبي دبيت وانيا لفظي هر دو كان وكو يكتر خبر دبي حالي بون سونا اولا جهتي لفظة وفائدة كي اويا ادي لجهتي معناوا لجهتي معنا شوا اجا خبر مقدر كي ودوا بلاي بمعنى امرا مبالغي دقيني حالي بون سونا لجهتي معنا شوا فائدة كي اويا مبالغي دقينت وأما معنى فالمبالغة أما لجهتي معناوة فائدي أو كاريا أو هي مبالغة دقينت أقل أتو خبرك مقدر كي دوا بلاي خبرك بمعنى أمره مبالغي دقينت بو مبالغي دقينت باعتبار أن المخاطب كأنه سارع إلى الامتثال فهو يخبر عنه حالي بون سونا بو اعتبار مبالغة دقينت كمخاطب كأنه مخاطب كأنه مخاطب عجلي كردو بويك فعلك أنجام بدات مخاطب عجلي كردو بويك إطاعتك وفعلك أنجام بدات فهو يخبر عنه فز متكلم دي خبري لدده يعني ده أصل ده أمر منزورة ده أصل ده أمر بفعلك منزورة حالي بون سونا ده أصل ده أمر بفعلك منزورة حالي بون سونا بلام كأنه مخاطب عجلي كردوا كأنه مخاطب عجلي كردوا بويك إطاعتك وفعلك أنجام بدات جا متكلمش خبر ده لفعلك بوي لفظك بخبر ديني حالي بون سونا حالي بون لو سونا مبالغة كي بوجوري دي يعني دا أصل دا أمر منزوري دي حالي بون سونا متكلم ده أمر كي بمخاطب بكات وانيا ده متكلم ده مخاطب مأمور كا بفعلي كي حالي بون سونا ده فعلك لمخاطب طلب كا حالي بون سونا او منزوري متكلمة ده هو فعلك لمخاطب طلب كات حالي بون سونا بلام بويك مبالغة بك لطلبي فعلك دا حالي بون سونا نايت طلبي فعلك بلفزي أمر بلي حالي بون سونا بل كودت خبر دا لا فعلك وانيا أو بوكاري مبالغة دكا لطلب فعلك دا بوك خبر دا لفعلك مبالغة دكا لطلب فعلك دا حالي بون سونا يعني متكلم كأنه متكلم ونشان دادات كأنه مخاطب هيچك فعلك لطلب كراوة كأنه عجلي كردو بويك فعلك أنجام بدات حالي بون سونا جابوية متكلمش دي خبر دادا لفعلك واني بوية ديد أمرك بلفزي خبر ديلي طلبي فعلك بلفزي خبر ديلي حالي بون سونا جاباشا اول نموني هيك بخاطري مبالغة طلبي فعلك
بجيغاي اويك بلفزي امر بكتريت خبري لي بدري حليبون سونا اوش دلال ولا نمونيه كما تقول تذهب الى فلان تقول له كذا وانيا مثلا وانيا بابك بمن دالكي دلي دلاتو بولاي فلان كس دشي وانيا دو فلان قصي في دلي حليبون سونا تشاو او ليرة طلبي فعلك لمن دالكي دكا وانيا طلبي كارك لمن دالكي خوي دكات بلان بجي اويك طلبي كارك بلفزي امر بيلت با خبر ديلي حليبون سونا تريد الأمر أتويكي ك طلبي كارك بلفزي خبر ديلي ده حالك إذا تريد الأمر منظوري تو أمر كردنا حليبون سونا أي اذهب إلى فلان فقل له كذا وانيا تذهب إلى فلان يعني اذهب إلى فلان يعني بولاي فلان كز برو وفلان قصي بي بلي حليبون سونا جا وهو أبلغ من الصريح أوكا أمرك بلفزي خبر بكتريت مبالغي زياتري تيدايا لويك أمريكي صريح بكتري حليبون سونا أوكا أمرك أمر بلفزي خبر لأمري صريح مبالغي زياتري تيدايا حليبون سونا يعني تشون متكلم وقتك أمريكا بلفزي خبر ديلت حليبون سونا وقتك أمريكا بلفزي خبر ديلت يعني متكلم واني شان دات هيش كطلبي فعلك كراوة حتى مخاطب عجلي كردو بويكا فعلك أنجام بدات بويا أمن ديم خبر ددم لفعلك حليبون سونا أصلا ديم خبر ددم لفعلك هيك كفي على كلام مخاطبي طلب كراوة ومخاطبش إقدامي كردو بفعلك حليبون سونا مخاطبش إقدامي كردو بفعلك هيك كفي على كلام طلب كراوة حتى مخاطبش إقدامي كردو بفعلك بويا من الآخريكم خبر ددم لفعلي مخاطبي حليبون سونا أو مبالغي دا جيني دي يعني طلبك قطعا كراوة حليبون سونا يعني طلبك قطعية طلبك قطعا كراوة حليبون سونا يعني حتى وانشان داد حليبون سونا بس لو زيانيك أمريك بلفزي خبر بهندريت لبدا مبالغة مقصودة لجهتي معنى وفائدة كي أويا لجهتي لفزي شوكتن لو مثالي مدى اگر تحسينونا بلفزي خبر بيهنين هل تسند معنى دا انشايا دا قلت جملة كي بشك لا تعبدوني لفزا كان وكو يكدبي لفزي هر دو كيان دبي تخبر وانيا لجهتي معنى شوكتن فائدة كي اويا مبالغة دا جيني حالي بونسونا او يقدر عطف بوسر بشي فإما أن يقدر أو يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر أما كنتن يان خبرك مقدر دك إن دوا دلين خبرك بمعنى طلبة بمعنى أمر يان هل لأول كاروا طلبك الصريح مقدر دكري كهمان فعل أمر أحسنو وانيا على ما هو الظاهر هر وكوشون او الظاهرة او الظاهرة كا طلب مقدر بكري امر مقدر بكري بو او الظاهرة چون اما چون بنظر بو لاي معنى چون اما كتن وانا كيدي معنى كي طلبة حليبون سونا لاشم معنى طلبش با صيغه طلب ادا دكري دي اصل اوي بصيغه طلب ادا بكري و بصيغه انشاء ادا بكري واني او كم معنى طلب بلفزي خبر ادا بكري او اصل نيه
وانيا او ظاهر نيا حليبون سونا دخول ليرا اما حتى لفظي خبرش مقدر كربادا كد معناي طلبي هيا حليبون سونا دي باشا ما دام معناك طلبة اسليش اويك معناي طلب هربا بصيغي طلب ادا بكري بويا اما واجو انا هلا اولي كاروا احسنوا مقدر كين فعلي امر مقدر كين هرسن اجا لفظي خبرش مقدر كربا فائدي خوي هبو اوني فائديك لفظي فائديك معناي هبو حالي بون سونا اي واحسنوا اجر امر مقدر كين سيا احسنوا يا يعني واحسنوا بالوالدين احسانا واحسنوا بالوالدين احسانا او اختي فتكون انشائيتين معنا حالي بون سونا دي ساندقل لا تعبدون مقاسي كان ها حالي بون سونا اونيا اما باسي اوان كركا او مثالة بسر دو قسمان دا منطبقة حالي بون سونا وقتي كي بسر دو قسمان دا منطبقة اقرتو لا تعبدونا دا قلوا بالوالدين احسانا دا نزل بقري بسر دو قسم دا منطبقة حالي بون سونا چونكو وانيكا الآن أجر أحسنوا مقدر كين فتكونان إنشائيتين معنا أو اختي هردو كان لجهتي معنا وإنشاء دبن أحسنوا كديارة لا تعبدوا نشكتن بمعنى لا تعبدوا يا بمعنى نهية هردو كان لجهتي معنا وإنشانا بس لجهتي معنا ومتفقا وانيا باشبو هردو كان لجهتي معنا وإنشانا إذ لفظ الأولى إخبار ولفظ الثانية إنشاء وانيا تشنكو لفظ أول دانا خبرة لا تعبدونا بلام لفظ دوام دانا إنشاء كأحسنوا يا حليبون سونا تشاو أجر أحسنوا مقدر كين وانيا أوقتي لجهتي معنى ومتفق بلام لجهتي لفظ ومختلف وانيا متفقان معنا مختلفان لفظا اجا احسنوا مقدر كين وانيا بلا ما قد تحسن اجا احسنوا مقدر كين بلا ما قد اجا تحسنون مقدر كين او اختي متفقان معنا ومتفقان لفظا او اختي هم لجهتي معنا وهردو كان انشانا لجهتي لفظي شو هردو خبر تحسنون لا تعبدون بويا بس بويا كتي او مثال بس دو قسم دا قابل تطبيق حليبون سونا جاء وتواب حليبون سونا فقد يك توزيحي شو كبدين لباري توسطي بين الكمالين دا بوشي بيدلن توسطي بين الكمالين حليبون سونا يعني أولا بيني كمال انقطاع وكمال اتصال دايا حالي بون سونا جاري بلام هيتس كاميان نيا وانيا بوية فيدالين توسطي بين الكمالين سو كتاو ألان باسي شن كرت كتن دو لفظ دو جملكا لجهتي خبربون وإنشابون ومتفقا وانيا لجهتي خبربون يا إنشابون متفقا جاء لفظا معنا متفقا يا فقد معنا وانيا دقل اويك زامع وجودي هيا حاليبون سونا تشاو بوان ديك جامع وجودي هيا لكمال انقطاع جدابوتو حتى دو جملكا كتني دي حتى دو جملكا متفق جبان بلام جامع وجودي نبال بيني عند دابو بكمال انقطاع وانا بساو بوندي خوي جدا كردو توا بوندك جامع وجودي هي لبيني دو جملة كدا هر وكو دو جملة متفقا جامع وجودي هي لبيني عند حصل كمال انقطاع جدا بوتوا او جار كمال اتصالش نيا حليبون سونا كمال اتصالش نيا واني بوشي چون كمال اتصال او ابوكا جملة دوامك بدل بي
يا عطف بان بيا تأكيد ببو جملة أول وانيا دخو ليرا جملة دو مكا هزيق لوانانيا حليبية سونا جملة دو مكا نبدل نعطف بيانا نتأكيدا عطف النسقة وانيا بلام عطف بيان نيا حليبون سونا كمال اتصال او بوكا جملة دوام بنسبة جملة أول يا بدل بي يا عطف بيان بي يا تأكيد بي لا شهيد زيق لو أنا فاز لكمال اتصال إيش خوي جدا كردو توا فاز شتيك دا وسطي أو دوانا دايا هيتس كام لو دوانا نيا حليبون سونا استلاحانيش هر وقتي كي كتيان توسطي بين الكمال انتيا دبيو تعريفي بو بيني دي وانيا فإذا اتفقتا خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط بجامع توسطي بين الكمالين بوي محقق دبي حاليبون سونا جاء أما لو بيش كباسي جامعا كردوا جامع لبين دو جملة دا وجودها بي وكتي جالت شم مثالك ديني توا دو أجشت سر بحسي تعريفي جامع أقسامكي جاري هر چند مثالك دينه تو بوي كا اتو اجمالا اشنا بي جامع بسي دلن والجامع بينهما اي بين الجملتين يجب ان يكون باعتبار المسند اليهما والمسندين جميعا البتا قاعده كيش دلت پس مقصودي فقد وني مثال بينه تو قاعده كيش دلت دل اما كتونا جامع دبي وجودي هبل بين دو جمله كدا واني دبي لبيني مسند إليه دو جملة كذا جامع دبي هبي لبيني مسند دو جملة كذا دبي جامع هبي فقد لبيني دو مسند إليه كان دا جامع هبي بل لبيني دو مسند كان دا جامع نبي أو كافينيا يا لبيني دو مسند كان دا جامع هبي بل لبيني دو مسند إليه كان دا نبي اوش كافينيا دبي هم لبين دو مسند اليه دا جامع هبي هم لبين دو مسند دو جمله كش دا دبي جامع وجودي هبي حليبون سونا بس يجب ان يكون باعتبار المسند اليهما والمسندين جميعا حليبون سونا دبي جامع وجودي هبيت واجبا باعتبار دو مسند إليه كان وباعتبار دو مسند كانش جميعا باعتبار هر دولة دبي جامع وجودي هبت أي باعتبار المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الثانية وكذا المسند في الأولى والمسند في الثانية وانيا باعتبار مسند إليه لجملة أول دو مسند إليه لجملة دوام دا و هر بوجوره وهي مسند لجملة أول ده ومسند لجملة دو مش ده ده بجامعيان هبي وكتي مثال بيني نوا تن مثالك ديني توا وكتي نحو يشعر زيد ويكتب يشعر زيد ويكتب معلومة تناسب لبين دو مسند إليه كذا هيا چون مسند إليه لهر دو جملة دا زيدة يك نفر پس معلومة مناسبة لبين دو مسند إليه دا هيا لبين دو مسند كان دا يشعر يكتب وانيا جاري معلومة اگر اما بيكتبوا با نصر نوسين معناه كينوا معلومة نصر نوسين دقا شعر نوسين مناسبتي انهايا اقا حتى بنوسين اج معناه كينوا مناسبتي هيا شعر دقا نوسين مناسبتي هيا معمولا اوانيك شعر دلن دج نوسن حليبون سونا الان ليرا وكتي جامع وجودي هبيت مثالكي وكتي نحو يشعر زيد ويكتبوا وانيا الآن لربود الله جامع وجودها يا ولا للمناسبة الظاهرة بين الشعر والكتابة وتقارنهما في خيال أصحابهما وأنا أبت جارنا مها نوع جامع كان باسكم ها شون الآن هر أنجو ليش حالينا بن شون يشتغل تعريف النكر دونا ما
اصلا جامعي عقلين هيو، جامعي خيالين هيو، جامعي وهمين هيو، حالي بون سونا لرا هر جامعه كان بازناكين، حالي بون سونا هر فقط نشان ددين كجامع وجودي هيا، حالي بون سونا الان لرا بود الله جامع وجودي هيا، ولا بخاطري اوي كمناسبتك ظاهر واشكرا هيا لبين الشعر لبين الشعر نوسين دا مناسبتك اشكرا هيا و او دوانا بيكا وخرد ابنوا لا خيالي صاحب كاني خويا عندها حليبون سونا او دوانا بيكا وخرد ابنوا لا خيالي صاحب كاني خويا عندها يعني اوانيك شاعر اوانيك شاعر نيوي سندنا حليبون سونا للذهن واندا او دوانا يعني او دوانا هردو كان للذهن للذهن ويدا موجود للذهن او انساني دا خرد ابنوا حليبون سونا يعني فكر لهردو كان دكاتوا للشعر ولا نسينيش حليبون سونا ويعطي زيد البتا اگر كتابت با نصر نسين معناي كينوا ك معمولا بيشوا من ذكرت دو سوقي جواي كردو او ادي واضح تريشا مناسبتك زيات تريشا شن شعر يعني نظم نوسين كتابة يعني نصر نوسين حالي بون سونا كأوا وانا كمناسبتك ظاهر واشكرا لبيني او دوانا دا هيا حالي بون سونا فزقابي دو مسندكان مناسبتك الظاهر لبين عند هيا شعر كتابت وانيا مسند إليه لهر دو جملة كذا زيدا ايش معلومة ويعطي زيد ويمنع مثال دوم ويعطي زيد ويمنع ديسا مسند إليه لهر دو جملة كذا زيدا او معلومة وانيا مسند إليه او جار فعلك يعطي ويمنع حالي بون سونا او دوانج جامع وجودي هيا لبين ياندا بوتي لتضاد الاعطاء والمنع واني تشنكو اعطاء كردن دقل منع كردن او دوانا تضاد يان هيا دقل يكتر حالي بون سونا تضاد ديش نوعك لمناسبات يكق لانواع مناسبتها أوش قطعهم؟ باشا بو جامع وجودي هيا بخاطري أوي كإعطاء دقل منع كردن تزاد ديان هيا تزاد دي جيكيق لأنواع مناسبتكانا حالي بون سونا أوش جيكيق لمناسبتكانا كدوا دي خينين جا هذا عند اتحاد المسند إليهما أو دو مثالي كهنا ما نوا أو لهر دو مثال كان دا مسند إليه يكشد بو وانيا دوايا أما دمان كد لبيني دو فعل كانش دا مناسبتها يا بلا مسند إليه يكشد بو أدي أجر مسند إليه يكشيان فرقها به وأما عند تغايرهما ولا بد من تناسبهما كما أشار إليه كما أشار إليه بقوله وزيد شاعر وعمر كاتب وزيد شاعر وعمر كاتب وزيد طويل وعمر قصير أوجد مثال لمناسبة بينهما أما لو اختك إذا كان مسند إليه مسند إليه كان مغاير بندقل يكتر حليبون سونا كأو اختيش هرديسا دبي مناسبة هبيت حليبون سونا وأما عند تغايرهما فلا بد أو دب فلا بد بيت فلا بد من تناسبهما كما أشار إليه بقوله لازم ديسان دو مسند إليه يكش تناسب ينهبيت حليبون سونا هر وكوتون إشاري بيكردوا
لقولي بعدي خوي دا كفرمويتي وزيد شاعر وعمر كاتب او مثال اول وزيد طويل وعمر قصير اوج مثال دوم او دو مثالشن بوي هنا وتولي مناسبة بينهما بخاطر يويك مناسبة لبين زيد وعمر دا هيا هبي وانيا يعني وقتك او مثالانا درستن وانيا وعطفك كلو مثالانا دا انجام درا ودرستا لمناسبة بينهما يعني عند مناسبة بينهما لوقتك دا كمناسبة لبين زيد وعمر دا هبي جا عطفك كلو دو مثالانا دا كرا ودرستا حليبون سونا الان معلومه شعر دقل كتابه مناسبتي هي بيش باس مانكر اجر طويلش دقل قصير مناسبتي هي مناسبتك تزاد حليبون سونا بلام زيد وعمر دو مسند اليه كان حليبون سونا وقتك لمثال اول دا ولا مثال دوم دا عطف درستا لمناسبة بينهما يعني عند مناسبة بينهما أي بين زيد وعمر لبين دو مسند كان دا مناسبة هيا ونيا جا وقتك عطف دروز دبيت كلبين دو مسند إليه كانش دا مناسبة هبه يعني لبين زيد وعمر دا دبي مناسبتك خاص هبه ها مناسبة عامنا مناسبة خاص دبي هبيت وكتي مناسبتي خاص كالأخوة أو الصداقة أو العداوة أو نحو ذلك مثلا أوانا برابن مناسبتي خاص لبين يندا موجود بوبيت مثلا أود أنا برابن ين أود أنا رفيق بن يا أود أنا دجمن بن ونيا ين مناسبتي كدي كمثلي أوانا أو نحو ذلك ونيا يان مناسبتي كدي كوكو اوانا هبيت مثلا هر دو كان تاجر بن يا هر دو كان باتشا بن حليبون سونا خلاصة مناسبتي كي خاص اقل بين عندها هبيت حليبون سونا مثلا هر دوك دجمن بن يا هر دوك رفيق بن اوختي جوان دبي دي كاتو جملة كي كلباري يكي كان دايا بسر اوي دي كعتفي كيوا وانيا جملة يكي كا لباري يكي لدو رفيقة كان دا قصي كردوا عطفي كيو بسر جملة يكي كباسي رفيقة كي دي كدكات حليبون سونا وبالجملة يجب أن يكون أحدهما بسبب من الآخر وملابسا له حليبون سونا ملابسة لها نوع اختصاص بتوري كلي شرطك أو واجبة هر يقلو دوانا واجبة هر يقلو دوانا ربتي هبت وانيا واجبة هر يقلو دوانا يجب أن يكون أحدهما مرتبطا بسبب من الآخر هر يقلو دوانا دبي مرتبط بيت با سببك با صفتك كلا طرفي ديكرا نشأت دقري حليبون سونا وهر يقلو دوانا دبي وملابسا له هر يقلو دوانا دبي دبي تعلق ارتباطي دقل طرفكي ديكها بيت وانيا ملابسة لها نوع اختصاص جا دبيت تعلق مناسبتي هبي هر يقلو دو طرفانا دبيت تعلق مناسبتي دقل طرفكي دي كهبت جا بمناسبتك كمناسبتك النوع خصوصيتك شي هبي حليبون سونا يعني هر يقلو دو طرفانا دبيت مناسبتك خاصي دقل طرفكي دي كهبت وانيا مناسبتي عامنا مناسبة عام كافينيا مثلا وكو حيوان بون إنسان بون أو كافينيا مثلا زيد وعمر هردو كان لحيوان بون دا مناسبة يعني هيا لحيوان بون دا وكو يكن لإنسان بون دا وكو يكن
بلام او مناسبتك عامة حيوان بون انسان بون مناسبتك عامة ونيا لمناسبتك عام دا شريك بن كافينيا بل كودبين لمناسبتك دا كنوع اختصاصك هيا يعني مناسبتك كخاصة وكو مثلا رفيق بون برابون حليبون سونا دبيت آوى مناسبتك خاص لبين يندا هبيت حليبون سونا أو وقتي عطفي دو جملة كبو سريكتر درستا حليبون سونا أو وقتي عطفي دو جملة كبو سريكتر قابل قبولا بس أجوابت أو مثالاني كبشكتن دو أو دو مثالي كبشكتن درستا أجر مناسبتك خاص لبين زيد وعمر دا موجود بو بيت بلان بخلاف زيد كاتب وعمر شاعر بدونها أي بدون المناسبة بين زيد وعمر وانيا أو دو مثالي كفيش كتمان لو فرض كر مناسبتك خاص لبين زيد وعمر دا هيا مثلا رفيق حاليبون سونا أو دو مثالي فيش بخلاف مثالي بعديها كزيد كاتب وعمر شاعرون بفرز أويك مناسبة بفرز أويك مثالك ببي مناسبة بيت يعني مناسبة لبين زيد وعمر دا نبي أو اختي فإنه لا يصح أو اختي أو مثالك أو مثال آخرة صحيح نيا حليبون سنة وإن اتحد المسنداني حتى أجر مسند كان يكشتج به بلاي زيد كاتب وعمر كاتب حتى اجا مسند كش يعني يقبض بلام او اختي مسند وانا كلا مسند اليه دا مشكلة انها يا وانا حتى اجا مسند كان يكشد به بلام وانا ك لبين دو مسند اليه كدا مناسبة وجود نبي مثلا رفيق نبن برا نبن دجمن نبن حليبون سونا هر فقد وان دي اردوغ انسان كو مناسبتك عموميه مناسبتك عامه او ك او بكلق نائب الثاني حليبون سونا او اختي بس مثالك الصحيح نيا ولهذا حكموا بامتناع نحوي خفي ضيق وخاتمي ضيق ولهذا يعني لبر اويك لبر أويك مناسبتي خاص لازمة لبر أويك مناسبتي خاص لازمة بويا حكمي أن كردو بويك أو جملة أو مثل أو جملة ممنوعة بكتري جملة كتشيا خفي ضيق وخاتمي ضيق يعني خف كم كوش كم تنقى أنقشتري دستي شم تنقى حليبون سونا الان ليرخو مسندك يكشتا ضيق لهر دو جملة دا مسندكان يكا بلام هيج ربط مناسبتك لبيني دو مبتداك دانيا خوف شربتك دا قلن قستي لها يا حليبون سونا يعني لو اشتانانينا كبيكا وبزهن دابين حليبون سونا يا بيكا وباسيان لي بكري حليبون سونا حليبون سونا البتة أو مثال وقتك غلطة حليبون سونا أجا باس باسي أنجستي ليبي حليبون سونا أو وقتي لا بحسي أنجستي لدا كزباسي كوشيناكا حليبون سونا بلام أجر بحث لباري لباري أشياء متعلق بشخصة كدابت دي باشا هروكو أنجستيلا متعلقة بشخصة ك خفكش متعلقة بشخصة يا حليبون سونا أوقتي هردو كان مناسبة يان هاي دقال يكتر لو دا كمتعلق بشخصة كزيدة مثلا حليبون سونا يا شخصة كمتكلمة حليبون سونا أوقتي عطفك غلط نيها حليبون سونا أو نكتيك كعبد الحكيم كتويتي أما إذا كان المقام
مقام بيان أحوال الأمور التي تتعلق بالشخص فإنه يصح العطف. وأني بأن تقول كمي واسع وداري واسعة وخاتمي ضيق وخفي ضيق وغلامي آبق. حالي بونسونا أو هجر ابتشان بيقني ومبتدعنا بالظاهر حالي بونسونا بلام أجر أجم مقامك مقامي أويبت كمتكلم باسي شتهاي كيبكا كمتعلق بخوي واني دي باشا خفي جوايا انقستيلا جوايا عبدكشي وايا عبدكشي متعلق بوي او زار وانك قولي كراسكشي متعلق بوي كم كمي واسع يعني قولي لباسكم قشادة يا مالكشي متعلق بوي حليبون سونا دي باشا او وقتي مناسبتها لبيني مسند إليه أكاندا حليبون سونا چون همويا متعلق با متكلمي حليبون سونا هذا وقتي أجد جملة كان حتف كاتو بسر يكتر غلطني حليبون سونا بلام أجر مقامك أو مقام نبيت مقامك باسي باسي بحس كردن لأنقستي لكاني خوي بي لمقامي بحس كردن لأنقستي لكاني خوي دا بيت باسي كوشك شبكة معلومة بيرفت ايدي واني اتو دي وانيك دي او جملة كبحسي انقستي ليا عد في دكي وصر جملة كي ديك كبيرفت دا قلبي خب بحسك بحسي انقستي لبو فقط حالي بون سونا بس اوج نكتة كي مهمة ك دقتي لبكن يعني او براحة تجمل انا وعد فغلطها حالی بون سوند چون مقامکش تعیین کننده یا مقامکش یعنی بستگی به مقامکش ایکایا و عطف غلطه یا نه مقامک مقامی سیا حالی بون سوند و بخلاف زیدون شاعر و عمرون طویل مطلقا و هر وها مثال کانی فشه که درس بون بخلاف زیدون شاعر و عمرون طویل مطلقا و نه دو مثال کانی پیش پیش که باسم کرد كتن مناسبة لبيني مناسبة خاص لبيني زيد وعمر داهبي وقت دو مثالك درستا عتف لدو مثالك دا دو مثالك يبيشي بخلافي أو مثالشا مثالي تشوارم وانيا جا مطلقا يعني دو مثالك يبيشي بخلافي أو مثال تشوارمنا أوان صحيح بون أو غلطة جا أو غلطة مطلقا حالي بون مطلقا يعني شي يعني عطفك كلو مثالي دا غلطة مطلقا چه مناسبتي خاص لبيني زيد وعمري دا هبت چه نبت هجبي هر غلطة بو چه مناسبت لبيني دو مسندكان دانيا شاعر دقل طويلي مناسبتي نيا شاعر دقل كاتب مناسبتي هبو طويلش دقل قصيري مناسبتي هبو شاعر دقل طويلي حج مناسبتي كينيا حالي بون سونا أي سواء مطلقا يعني شيء أي سواء كان بين زيد وعمر مناسبة أو لم يكن شو مناسبتك خاص لبين زيد وعمر داهبي لو مثال آخر دا يا نبي هر مثالك غلطة عطفك كلا مثالك دا يبو لعدم تناسب الشعر وطول القامة شون الشعر دقل طول قامة حج مناسبتك نيا فس تناسب لبين دو مسندكان دا نيا با مناسبة لبين دو مسند إليه كش داهبي حالي بون سونا أو أشتاوب.